اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. هكذا يتوج الوداد بالبطولة. حقق الوداد فوزا مهما يوم الأربعاء أمام بركان بعد تسجيله نتيجة هدف دون رد برسم المباراة من الجولة 27 من البطولة، وبات زملاء يحيى جبران مطالبين فقط بتحقيق 4 نقاط من 9 ممكنة في المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري الاحترافي دون انتظار نتائج مطارده المباشر الرجاء. وكان النادي الأحمر قد وسع الفريق أمام النسور الخضر يوم الأربعاء بعد هزيمة هذا الأخير بميدانه أمام أولمبيك أسفي بنتيجة 3-2. تصدر الإشارة إلى أن الوداد سيواجه ضيفه الدفاع الجديد يوم السبت المقبل بداية من الساعة 8:30 ليلا على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.